نورت البيت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت فين؟ كنت بجيب بسمة من أوردر التصوير. كان عندي أوردر في شرم الشيخ. أيوة زي ما قالت لك كده بالظبط. تخيل يا رحيم، الراجل كان عايز ياكل عليها الفلوس. ودي حاجة تستاهل إنك تاخد معاك حلمي؟ بسمة! بسمة! يا بنت يا بنت! وحشتيني! وحشتيني! عاملة إيه؟ وحشتيني! عاملة إيه؟ وحشتيني! الحمد لله على السلامة! رحيم فين؟ ابني فين؟ عايزة أشوفه! يا أختي تعالي! تعالي تعالي في حضن أمك يا أختي! تعالي! تعالي يا بنتي تعالي! ده شكله كان فيلم خطير أوي. هو كان فيلم أكشن ولا إيه؟ حاجة زي كده. وده بقى كان لعادل إمام ولا اسمه إيه ده؟ أحمد السقا؟ لا ده لرامز جلال. وده بيبيع إيه ده؟ ده ممثل جديد كده أنت ما تعرفوش. أنت رحت لأختك علشان تطلب منها 500 ألف جنيه؟ كنت محتاجهم. ايه؟ لو تنتج فيلم لمراتك ولا ايه؟ لا كان عندي شغلانة كده كبيرة وكنت محتاج سيولة. ايه هي الشغلانة دي؟ انا وناس صحابي كنا عايزين نجيب كونتينر من الصين ننزله مصر ونبتدي نبيعه. اعمل حسابك؟ بس ريت بقى لما تفكر في مشروع تبقى تديني فكرة عشان ادخل معاك. حاضر. يلا يلا حبيبي خش شوف مراته. ايه؟ مالك في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ الله الله، ايه وليه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ عايز اعرف كنت فين وجاي منين وبتعمل ايه؟ أحوالك مش عجباني اليومين دول، سهر كتير ويجيلك التليفونات تخرج بره ترد على الموبايل. إيه؟ شايف لك شفا ولا إيه؟ اللي عاشرك يا حنان نفسه تتسدى عن الحريم كلهم، اطمني. وبعدين يا أولية مجنونة، ما أنت عارفة أنا بلف طول اليوم عشان أجيب مصاريف البيت. يا حسرة، هي فين الفلوس دي؟ امسكي امسكي يا أختي، خدي أدي 100,000 أهو. 100,000؟ عماد عبد الرحيم، يا نهار اسود. اقسم بالله كل كلمه هقولها لك دلوقتي لو خرجت بره الاوضه ما هيكفيني عمرك، فاهمه؟ بس انت برضو لسه ما قلتليش مين اللي كان خطفك. والله ما اعرف، يمكن حد من عيله ابو ورده. انت كده بتقول اي كلام. بص الموضوع زعلان ليه؟ مفيش يا سهير. لا في ايه؟ القصة ما عجبتش الموز ولا ايه؟ هو خد باله اصلا؟ ما انا قلت لك اسمعي كلامي، اصبغي شعرك احمر، الرجاله بتجري عليه كده كده. جاتك ايه يا سهير؟ عايزاني اصبغ احمر في السن ده؟ وماله يا اختي السن ده؟ طب ده احنا الستات عاملين زي حته الجبنه الرومي، كل ما بنقدم كل ما بنحلو اكتر. اسمعي كلامي بس وانت تكسبي. ماشي اصبغي. بيتي يا صفاء. ايوه مدام. تعالي يلا اغسلي شعر الهاني وحضري لي صبغه رقم 3 احمر. حاضر يا مدام. صباح الخير. يا صباح القشطه، زعلانه منك عشان ما بتساليش. ليه يا روحي؟ ده انا ببعت لك السلام دايما مع ام منى. والله ما قالت لي حاجه الوليه دي، بس يلا مش مهم. هنعمل ايه بقى النهارده يا قمر انتي؟ انا مش جايه اعمل شعري، انا عايزه نفس الاصطفه بتاعت المره اللي فاتت، كانت حلوه قوي. والله يا اختي كان على عيني، الدنيا مزمزقه قوي. بس انت حبيبتي وما يرضينيش تمشي متضايقه. استني يا اختي ما اسالك. يمكن
هلو. انت لسه نايم؟ هو مفيش مرة اكلمك غير لما الاقيك نايم. يا راجل قوم اتلحلح يا راجل. قوم اتلحلح، اليوم هيخلص. حاضر حاضر. صحيت اهو. طب بقول لك ايه؟ الناس عمالة تسألني على حاجة مش عارفة اقول لهم ايه. قول لهم السوق مع عقرب ولا بس، وخليهم يصبروا كام يوم. يا راجل خلي عندك دم. قوم هات أي حاجة نقضي بيها الليلة. حاضر. هنزل حالا. يلا. خير يا حبيبتي، إن شاء الله خير. الو مين؟ انت قدامك كتير؟ حلمي؟ بيقولوا في فيلم حلو قوي هنا، قلت اجي اتفرج عليه. اه. عماد اداك شيك وطلب انك تشتغل معاه صح؟ طب هو عماد طلب منك ايه؟ ما طلبش. طب لما يطلب هتنفذ له اللي طلبه؟ لا طبعا، الشيك ده فلوسي حقي اللي اتنهب مني، فلوسي وشركتي اللي خسرتهم بسبب عماد وامينه. هو طلب منك حاجه؟ انا؟ لا ابدا. طب لو طلب منك اي حاجه تيجي تقول لي على طول. ها؟ اول ما يطلب مني حاجه هاجي اقول لك على طول. طب انت بقى لا شفتني ولا انا شفتك. قول لي، هو انت حاج الصلاه ولا بلكون؟ لا انا هقعد على السلم. ايوه شنبوره، احنا نتحرك دلوقتي. دي اللي هتخرج لك بره المنطقه من البلاعه. ايوه هتبقى في المكان اللي اتفقنا عليه. ايوه احنا جوه البلاعه دلوقتي. اقفل بقى. مع السلامه. انت متوتره كده ليه؟ الموضوع بسيط. انت بتقول ان المنطقه مترشقه مخدرين. ما تقلقيش يا حبيبتي، انا برتب كل حاجه. رحيم، اوعى تسيبني مهما حصل. انت مش محتاجه تقولي الكلام ده على فكره. أنا باشا؟ حضرتك بضاعتك وبطاقتك. في حاجة يا باشا؟ لا مفيش حاجة، أنت عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع. شايف مشكلة يعني؟ لا لا يا باشا. خلاص وريني البطاقة. حاضر يا باشا. يلا يا حبيبي. يلا يا فندم. اخلع النقاب. يعني إيه يا باشا تخلع النقاب؟ اخلص، إحنا لسه هنرغي. لا طالما مش هنرغي بقى يبقى ما ينفعش تقلع النقاب. ما تحضرونا يا جدعان. الباشا عايز الحاجة تخلع النقاب، ينفع كده؟ حرام. يا باشا ما ينفعش، إحنا منكم وأنتم مننا. يا ريت بلاش تدوس على بعض قوي كده يا باشا. لو سيادتك مصمم تشوف وشها يبقى جيب واحدة ست عشان تشوفه، مش هنقعد نخلع النقاب. أظن ده القانون سيادتك. شكرا، سلام عليكم. خلاص؟ عملت شويتين؟ هاتوا للبي واحدة عشان تشوف الأستاذ. كده عداك العيب سيادتك.
طمنت يا فندم؟ تمرينا بحاجة تانية يا ست الكل؟ تمر بحاجة تانية يا باشا؟ طب سلام عليكم أنا بقى يا باشا. اتفضل يا حاج. يعني إيه؟ أنت مش قلت لي هتحضرني العيال دي ولا هو كلام نسوان؟ لا يا حبيبي ما تكنش. شوف لي مين العيال دي ومين وزهم عليا. يلا. إحساس جميل إن الواحد كده على الصبح يشوف النيل قدامه. فبيبدأ يومه وهو مشرق. طبعاً حضرتك. أنت بتتكلم كلام صح جداً. أنت ما تعرفش مقولة إن مصر هبة النيل. سعادتك لفيت في المكان كويس؟ سعادتك عندنا مطعم تحت بيعمل فطار انتر كونتيننتال ما حصلش. ولو سعادتك يعني بتحب السهر مع المدام بقى غير المدام عندنا نايت كلاب تري شيك هتنبسط فيه قوي سعادتك. اللي احنا ممكن ناخدك عندنا وسهرك سهره عمرك ما تنساها ابدا. فين حضرتك؟ هو حضرتك عندك نايت كلاب برضو؟ شفت يا اخي